للحديث حول فكرة المقال نرحب عبر الهاتف بالكاتب الصحفي الدكتور محمد القرعان. صباح الخير دكتور وأهلا بك. صباح الخير أستاذ معاد، لحضرتك ولمشاهدين قناة رؤيا المحترمة. أهلا بك دكتور. دكتور، كنا نتحدث من أنه منذ 7 أكتوبر تغيرت نظرة العالم لما يحدث ما بين الفلسطينيين وما بين الاحتلال. اليوم جئت في هذا المقال لتقول بأن الإعلام الغربي ينقل الصورة فقط في ناحية واحدة. هل اختلفت المعايير ما بعد أول 2 أو 3 أشهر من 7 أكتوبر وانكشاف الحقيقة للعالم الغربي، وعادت الحكومات لتسيطر على الإعلام وتنقل الصورة التي تريدها؟ شكرا شكرا أستاذ معاذ. شكرا. حقيقة يعني زي ما تفضلت حضرتك كانت الصورة قاتمة، وكان في هناك يعني ضوضاء في عملية نقل المعلومات والبيانات والأرقام الحقيقية ما يحصل على أرض الواقع من عدوان إسرائيلي همجي وحشي على القطاع غزة، وكان هناك تداعيات كبيرة أثر تبني معظم القنوات الغربية، وأنا أخصهم بالذكر الألمانية والبريطانية والكندية أيضا والأمريكية على رأسها، في تبني السردية الإسرائيلية وفي حقيقة الدفاع المستميت والدفاع المنحاز والغير أخلاقي باتجاه تبني السردية الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني بحقه بأرضه واستقلاله وزهته وغير ذلك. هلا عملية الفارق، ما أحدث الفارق بين ما نتكلم عنه الآن، نفصل بين أمرين مهمين جدا اللي هي الصحافة التقليدية والقنوات التلفزيونية المنضبطة والمملوكة من قبل الإدارات والدوائر الرسمية الغربية، وهذه حقيقة أستاذ معاذ بدي أشير لشغلة بس مهمة جدا، أن هذه معظم القنوات هي متصهينة إلى حد بعيد ومنحاز وبشكل واضح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هذه القنوات وهذه المحطات والصحف التقليدية زي الغارديانيان وزي الول ستريت جورنال وزي السي ان ان وغيرها، وأيضا جزء من البي بي سي فيما كانت، ولكن هذه تحولت فيما بعد شيئا فشيئا في يعني حقيقة كشف بعض الحقائق على أرض الواقع في قطاع غزة، هذه أيضا تدعم وتعزز بالإعلانات اليهودية الكبيرة جدا بحجم كبير جدا. وهناك من حقيقة من دفع ثمن بيان الحقيقة أو حقيقة التفوه أو التصريح عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا بالذكر إكس في عملية الاستقالة، زي ما حصل في مجموعة من المذيعين في محطات غربية. اضطروا للاستقالة. هنا أتكلم بحقيقة، هناك بعض القنوات أو بعض الصحف اتجهت اتجاه التبني الحقيقي يعني والمنهج والمؤسسي باتجاه التبني القضية السردية الإسرائيلية أو القصة والرواية الإسرائيلية على حساب قضية فلسطينية، لكن أنا هون ما أحدث الفارق هي حقيقة شبكات التواصل الاجتماعي والذي يعتبرها أن هذه عبارة عن منصة وعبارة عن منبر متاح للجميع للبسطاء، رغم التقييد عليها. دكتور أشكرك شديد، وإحنا هون نتكلم إلا أن هناك بعض خلينا إذا جاز التعبير، هناك بعض الحالات الإفلات اللي صارت حقيقة، استطاع كثير من الناس المتفهمين المبرمجين أن يتغلبوا على خوارزميات بعض أن نحكي عن شركة ميتا، وهذه الشركة هي شركة أمريكية حتى العالم تعرف، وهي شركة تتحكم في الواتساب والفيسبوك والماسنجر والإنستغرام. غير ذلك إكس كمان ماكس كان هناك موقفه أيضا كان موقفه واضح اتجاه التبني السردية الإسرائيلية. غير ذلك هذا أحدث الفارق شيئا فشيئا، ويعني خلينا نقول بس أنا بتكلم عن القليل من الشعوب الأوروبية التي حقيقة تعنى وتهتم وترتبط أو تشتبك حقيقة مع بالقضايا السياسية أو ما يحصل على أرض الواقع. ولذلك كانت حقيقة القنوات الإسرائيلية كثيرا من الضغوط وكثيرا من استخدمت من الوسائل حتى تضيق على بعض القنوات، وان حقيقة حاولت بعض القنوات ان تنحرف باتجاه يعني ابراز الحقيقة ويعني وعدم تشويه اطار المأساة الحاصلة على الارض. ولكن هناك عوقبت بسواء على بقضايا رسمية دوائر رسمية او بحجب
حجم الإعلانات الكبير جدا على هذه القنوات. دكتور محمد خلينا نرجع إلى القليل إلى الوراء. كنا نتحدث عن البروباغاندا الإعلامية الإسرائيلية التي لطالما نجحت في إيصال صورة للغرب تبين بأن إسرائيل دائما مظلومة والشعب الإسرائيلي إن كان هنالك شعب هو مظلوم وأن الفلسطيني هو إرهابي ومن يقتل هو كذا كذا كذا. ولكن هذه الوسائل الإعلامية والطرق البعض يتحدث وتحديدا من الإعلام الغربي بأنها فشلت في بالنجاح هذه المرة بعدما رأى العالم ما يحدث في قطاع غزة وتحديدا بعد 7 أكتوبر، وهذا ما رأيناه في الشوارع من مظاهرات في العالم بشكل أجمع للوقوف مع أهل غزة. هل تتفق مع هذا الأمر بأنه اليوم الإعلام الإسرائيلي والإعلام الممول من الكيان المحتل فشل في كسب التأييد والجمهور له؟ إلى حد ما يعني إلى حد ما حقق فشل يعني نسبي نوعا ما. هناك قضايا حقيقة يعني وقيم وبعض المفاهيم والمفردات حقيقة المشبع فيها المجتمع الغربي إذا عدنا إلى الوراء قضية، ولذلك دائما الإعلام الإسرائيلي والإعلام المتصهين في الغرب دائما زي ما حكيت سابقا أنه يتبنى السردية الإسرائيلي وتبنى السردية الإسرائيلي بمفهومها أن هذه الدولة هي الدولة اليتيمة، هي الدولة المظلومة، هي الدولة حقيقة التي يتعرض أمنها دائما لعدم الاستقرار أو للتهديد من إيران ومن المناطق أو من الدول المجاورة حولها، وأيضا دائما كثير من المفردات المفاهيم تستخدم حقيقة لكسب التأييد والعطف والتأثير على الرأي العام الغربي باتجاه إسرائيل. ولذلك كانت إسرائيل حقيقة من خلال زي ما حكينا الارتباط والاشتباك القوي جدا مع المؤسسات الإعلامية الكبيرة، وأنا نحكي عن مؤسسات إعلامية ذات ارتباطات عالية جدا وواسعة الانتشار. أنا أستاذ معاذ بس بحب المشاهد ويعني من خلال هذا بشكل سريع دكتور أن يعلم حقيقة أن هناك نسبة قليلة جدا من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وجلهم حقيقة زي ما أنا بطالع بعض الدراسات جلهم من العرب وجلهم من العرب وجلهم من المسلمين الحقيقي الذين يعرفون ويدركون مدى عدالة القضية الفلسطينية. وهنالك دور كبير دكتور محمد على هؤلاء العرب في الدول الغربية للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ونصر المظلوم والوقوف بجانب الإخوان في فلسطين. بدي أشكرك جزيلا الشكر الكاتب الصحفي الدكتور محمد القرعان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.